رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الرابع. من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا، مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم، فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت، نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا بيسوع ويحضرنا معكم، لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد الله. لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. من أجمل إصحاحات القديس بولس الرسول، لأنه بيتكلم عن قوة الخدمة وبيكرر في أوله وفي أخله كلمة لا نفشل، لا نفشل، لا نفشل رغم ضيقتنا أو رغم ضعفنا، لا نفشل مهما كانت الظروف، بيكررها دهية في العدد الأول في الإصحاح ده وبيكررها مرة تانية في العدد 16، لا نفشل. لكن الحقيقة الإصحاح ده هو بيحط قدامنا مبدأ مهم جدا في حياتنا وفي خدمتنا في عدد 5، فأننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا، لكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. وهنا بيحط المبدأ والأساس لمن يريد أن يخدم المسيح ويخدم الآخرين ويقدم المسيح. دايما ذات الإنسان هي التي تحجب المسيح. هنا بولس الرسول يقول لنا إحنا بنكرز باسم المسيح يسوع ربا وبأنفسنا عبيدا، ودي صورة الخادم الرائع اللي بيخدم. عشان كده بيرجع في عدد 7 ويقول لكن لنا هذا الكنز في أوان الخزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. لنا هذا الكنز المسيح في أوان الخزفية، الخزف طبعا اللي جاي من تراب الأرض، طين الأرض اللي زي الفخار كده. لنا هذا الكنز في أوان الخزفية، خزفية يعني سهلة الكسر، لكن عندنا كنز، والكنز ده هو الذي يعطينا قوة، والقوة ده هي منسوبة لله مش منسوبة لنا، هو صاحب الفعل وصاحب العمل. عشان كده لما قال في الأول لا نفشل رغم ضعفنا، ما فيش فشل، ويتكلم ويانا
ويقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين زي في عدد 8، بيشرح ان خدمة الضيق صح بنتعرض لضيقات لكن بلا يأس، لا يوجد يأس عند الذي يخدم المسيح نهائيا. وبيختم الإصحاح ده هو بيعلمنا ازاي ان الانسان يعيش بالإيمان، يقول لنا كده ان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما في يوم. شيء طبيعي الانسان صحته كل ما يتقدم في العمر ان الانسان الخارجي يفنى، امكانياته الصحية بتقل، بيبقى عنده ضعف في كل حاجة، ويمكن ده تقروا عنه بوضوح شديد في سفر الجامعة إصحاح 12 اللي بيقول في أوله اذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي السنون، يعني تيجي فترة الشيخوخة عند الإنسان. إنساننا الخارج يفنى شيء طبيعي، لكن الداخل يتجدد. الداخل هو إيمان الإنسان والحياة بالإيمان. ليه؟ لأنه مش بينظر للأمور الوقتية الخارجية، هو بينظر للأمور التي لا ترى والتي لا ترى أبدية، زي ما بيختم الإصحاح ده. خلي دايما عينك على السماء، عينك مرفوعة لإلهك مسيحك ضابط الكل، وانت بتنظر للسماء، السماء الواسعة والسماء الصافية والسماء اللي عندها حلول كتيرة في كل شيء، والسماء اللي بتنتظرنا ويكون لنا نصيب السماوي فيها. خد بالك وانت بتمارس حياتك حتى لو تعرضت لأي متاعب، يقول لنا كده في عدد 17 خفة ضيقتنا الوقتية هي اللي بتضفر لنا الإكليل السماوي لينال كل إنسان فيه. ربنا معكم.